السلام عليكم. عليكم السلام. نور الاسم ديالك، عطينا الاسم ديالك. الطيفي بوشعيبه. واش انت من السكان ديال هاد البلاصه؟ سكنت في 84. 84 فاش؟ 84 سكنت هنا، عندي 28 عام، دابا وليت في 64 عام. وانا تشوف باقا. ما استفدتيش انت؟ لا مستفد. عندي دريه مطلقه عادة الاقدميه. مجوجه 2009 مطلقه 2010. إذا البنت ديالك هي اللي باقي عندها ولد، هي عندها ولد، عنده 11 عام. دابا عندك البنت مطلقة بولد. بولد وعندها الأقدامية وزايدة هنا ومجوجة هنا. إذا هي ساكنة هنايا. إذا هي اللي باقا معرقلة لك. معرقلة لها مرسحين بها، قال لك راه كاينة. إذا محصية في العمران. إذا شنو كتطلب من المسؤولين؟ دابا نطلبهم يجيو يريبوا لينا، ما جاوش. واش ما بقيتيش باغي تزيد مازال هنايا؟ لا والو، لا الحيوطه كاع راه بولي على المحل ديالي فيها، راه شتي كلشي الحيوطه مشقوق غير راه، وليت البيت مخلوع، داخله علينا حناش طوباق. ما بقيتيش مأمن في هاد البلاصه بحكم وانا ناعس وكنتسمع في الطوباق تخرشش ليا عاد راسي. اي والله كي دار. السلام ورحمه الله. الله يعاونكم اوليدي. واش انت ساكنه هنايا؟ انا ساكنه، غنوري لكم المحل ديالي راه رابع عليا. جاو الدراري كيحيدوا الحديد، المحل ديالي قريب يطيح عليا. لو كنا مشينا كيقول لك بلاتي وتسنى بنتك، بنتي عندها الا عندها استفاده ديالها نريب انا محلي. كاع عندك باش خديتي الاستفاده وانت؟ انا شي 5 سنين ولا 6 سنين هذه. مازال ما داروا معاك والو؟ ما داروا معايا والو، انا الاستفاده ديالي انا مكمساها، كنتسنى بنتي. قال لك فيغ فالح. يجيو يعلموا. يجيو يعلموا. لقم ما مشيت عند القايد حسن قول لي تا نجيو عندك، ما جاش تا مشى. هذا القايد تا هو لقم ما مشينا يقول لك غنجيو عندكم، ما جاوش. مناش كتعاني؟ ايوا كنعانيو بالخلا والفيران وسراق الزيت وداخل علينا، والليل كان خافوا وكنباتوا نخافوا الحناش. نقول لهم علاش ريبتوا لي الحيط ديال المكانه؟ قال لك حنا كنديروا خدمتنا. وشوف هذا الشيء، هذا المحل ديال هذه السيده ريبات وقالت لهم هذاك الحيط ديالي ريبوه. قلت هو ماشي ديالها؟ ماشي ديالها، ديالي بين انا وجاري اللي ربى عليها هذا المحل. جاري وهذاك المحل ديالها. المكانه ديالكم اللي ريبوها؟ المكانه هذه ديالي انايا. شكون اللي ريبو؟ هما اللي حيدو. راه دابا هاد الحجر انا اللي جمعتهم درتهم، انا اللي جمعت الحجر واللي شت المكانه. طاح حيت المكانه كانت غطيح، وجاو الدراري كلاوها بهبقيه. ها العمود فين طاح؟ ها راه كتشوف دابا شي نهار غتجي فيضان وتلوح علينا الضو وصافي مشينا. خويا انا طلقت من 2006، يعني ما عندي حتى شي مشكل، وانا باقي كنتسناو باش يعطيونا الاستفاده باش نمشيو في حالاتنا. طلقتي من 2006؟ من 2006 وداروني في الاغفال، وحنا باقي ما باقي ساكنه عندك؟ باقي ساكنين، باقي ساكنين مع الحشرات. دابا مني كلشي ريب الطوبه والحنوشة، يعني شحال من حاجة كنشوفوها، ما شي حاجة شحال كنعانيو. راه غنتسطاو، تعصبنا، الوالدة مرضات، السكر وكل شيء، ما هادشي اللي كاين. وانت اخويا كتشوف هاد الدوار، انت جيتي على غفلة وشتي كل شيء بعينك. الدوار بحال اللي رحنا في شي خربة، هانت يجي عندك الضيف يخاف يدخل، والله ما يبغي الضيف يدخل لك، يخاف باش تسخر غير ولدك من بلاصه لبلاصه، كتخاف عليه يمشي يشدوه يغتصبوه.
هذا دابا هاد الحيوط انت كتصور فيهم ما يغتصبوا لكش الدراري هنا. اذا نتوما بحال اللي تقول سوريا حنا ضربونا بصوارخ، هاد المقدميه والشيوخ ضربونا بصوارخ بحال سوريا وخلاونا هكا مفركتي. ما كنقدروش اخويا، ما كنقدروش. انت فين غتخلي بنتك؟ غتخلي بنتك ما بين الحيوط يشدوها يغتصبوها؟ راه كارثه. تبغي غير بنتك ما كت محرومه مش باش تلعب ولا تجري، كتبقى غير حده في الدار، ممنوع لا تخرج لا تدخل، ما تخرج. ها انت كتشوف كلشي في الامر الواقع، جيتي وشتي بعينك، ها انت كلشي باين، كلشي واضح وباين. حنا ما كنكذبوا على حد، ما كننافقوا حد. علاش يديروا لنا التبهديله كوريبوا لكلشي ولا خلاو كلشي؟ واش نتوما في هاد الظروف هادي تقدروا تبقاو ساكنين واحد المده طويله؟ لا 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 ما نقدروش، عيينا صبروا. حنا ولينا الناس باغا غير تنوض، كيقول لك كيعطيوني كما يعطيونيش، ولات الناس كتقول كيعطيونا كما عطاوناش، غير نوضوا نمشيو بحالنا نخويو هاد الدوار هذا. صافي الله يجعل البركه. الناس كرهت، باغا عيات طابت، باغا غير تمشي بحالها. السلام المهم. سلام. شنو تقدر تقول لنا على هاد الشيء اللي واقع؟ نقدر اودي حد محنا ولادنا مثلو قدو خرجوا متلينا قدينا نسافروا متلينا قدينا الشفاره الحناش العقارب حيت محنا هذه الدويره. هذه قد الدويره ولدي راه عاد 2 متر الفوق وعدي انا ثلاثه يعيشوا خمسه ولا مع ثمانيه عايشين معايا لتحت كندير لهم انا. شحال تقريبا الدوله 8 متر عدت وفين هي مع 50 ولا 40 40 40 ايوا حنا تمحنا شو جبوا من حدانا من هك ومن هك وحنا القدام خلونا وجداد طقرهم مثل جا عندنا المقدم مشينا عند القايد قال لك العامل اللي ما بغاش يسني لكم الاوراق اش غنديروا حنا؟ وانت باغا تبقى يسال؟ لا 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 الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. عينا اللي بغيناهم حنا من غدا اللي جاو لينا من غدا حنا مقادين باغا نخرجوا صافي تونا استفاده بغينا نوضوا صافي. علاش انا وانت هنا؟ راه ما عرفتش شحال راني ملي داير الدكوار وانا هنا ملي تحطها حنا باقيين فيه واللي يلا جاو من ورانا راه مشاو جيران باعوا جاو الناس اللي من ورانا سكنوا ومشاو وحنا بقينا. شنو السبب ديال هاد الناس مشاو وانتم بقيتوا؟ ما عرفناش اسيدي ما عرفناش. حنا عرفنا هاد الشيء والله ما عرفناه. حنا عرفنا علاش ما عرفناش كيفاش داروا لينا وكيغسلونا ما عطاهم استفاده وحنا خلونا اغفال 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 كي درنا تتغفلنا حنا. ولادي مجوجين فينا مجوجين في 2009 فهاد الدري راه قوي يلا دخل عنده مع 14 عام، الدري الاخر عنده 14 عام، ولادي مزوجين كبار، انا كندير ليهم؟ ندي معايا واحد اخر مزوج ندي جوج اخرين معايا حشومه كاع. رحنا ولاد الشعب، يضقعونا. شنو الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا كي بغينا نمشيو نركبو يجيو يعطيونا ونمشيو الاستفاده ديالنا. هذا هو اللي بغينا، ما بغينا والو بغينا الاستفاده ديالنا. السلام عليكم. وعليكم السلام وليدي. بغينا نسولك ام امتي واش هادشي من الناس اللي ساكنين هنا؟ اي وليدي انا من هاد الناس اللي ساكنين هنا. انا وليدي عندي دابا 50 عام ساكنه هنايا ملي كانت عندي 8 سنين وتزوجت هنا وتطلقت هنايا وولدي عنده 32 عام وباقيين ما عطاونيش. الوالدين ديالي استافدوا 7 سنين دابا وانا باقا جالسه كيقولوا لي من بعد من بعد رحنا كاينه ولكن باقا ما راكي باقا ما عطيناكش باقا ما درناش باقي ما باقي ما كايناش راه مسمينا اغفال تيقولوا لي راكي من الاغفال. اذا لحد الان ما عندك ما عندي والو وليدي. انا طالعه دابا باركه باقي خويا لتحت كيتسنى فيا والدار كاملين كيتسناو فيا لتحت. الوالدين مساكن عياو خرجوا مشاكره لهم واحد خويا والدار راه باقا خاويه كلها مخربه خايفين لا تطيح علينا كلها مشقق. وانا طلعت الفوق خفت لا تطيح عليا راني دايره عميكه في السطح. طلعت الفوق للسطح ودرت واحد الميكه وسقفت وانا نكذبش عليك وليدي عاود تشوف الحاله كي دايره راه القصدير وكله كيتساس والعمد خايفه ما يطيحوا عليا وما نكذبش عليك وليدي راه كلشي مضروره مضرورين بزاف ماشي غير انا. هاد الناس كامل ما مرتاحه لا ما مرتاحاش وليدي. كل نهار نقول راه غادي يطيح عليا غنصبح ميته. كل نهار كل نهار كنقول وخايفه وانا مره وحدانيه ولدي كيمشي يخدم كيخليني انا باركه هنا. كاينه وليدي الضو ما كاينش مقطوع علينا مره يجي مره ما يجيش الماء مره كاين مره ما كاينش. نكذبش عليك الطوبه كتدخل الحناش ولاو كيدخلوا علينا. الحانوت ما بقاش عندنا هنا الحانوت بعد علينا. حنا ولينا وليدي خايفين ولينا خايفين بزاف ولينا عايشين في واحد الرعب عايشين في واحد الرعب وتخنقنا ما مرضنا. انا مرضت واحد المرضى خايبه بهاد الخنز وبهاد الحاله ما نكذبش عليك وليدي. عييت والله الا عينا 7 سنين ما داروا معنا حتى شي حل ماشي غير انا عداد منهم الناس عيالات هنا بزاف ارمالات كلهم بحالي عيالات وحدانيات ما كاينش اللي كيجيب لهم. لا خرجتي بغيتش تخرج في الليل وخا تقطع لك الماكله وتقطع لك كل شيء في الليل ما تقدرش تخرج ما تقدرش تخاف. ولا الشفره كانت عندنا بالنهار كان عندنا الشفره
عندنا يجوا عندنا الناس برانيين، دراري برانيين ما تعرفيهمش، ما تليتي تعرفوا. اذا ما بقيتيش كتعيشي الثمن. لا صافي ما بقاش عندنا الامل، انا والناس كلهم بزافنا، انت شوفوا وليدي راه كلشي تخربت الدنيا، انت واحد محيد من هي و10 محيدين وواحد هك. امين وليدي امين، امين وليدي امين، امين، عاش الملك. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ واش انت من السكان ديال هذه المنطقه؟ انا من السكان ديال هذه المنطقه هذه، ومزداد ب 1986. شنو تقول لنا على هذه المنطقه؟ خويا اش نقول لك؟ الانسان ملي كيريب اخويا وكيمشي كيبقى واحد شخص كيريبو من حدا الناس، من هكا كيبقى معزول بوحدو، راه كتكون واحد المحنه كبيره بزاف كاع. ودابا كيخرجوا غير وليداتنا بحال ما هكا، الطواليطات دابا كتلقى وحده محلوله، الا مشى الدري الصغير ما عارفش مسكين غتهوى به، فين غادي؟ في الارض ماشي طواليط، حفره. حفره، فين غادي يلقاو هاد الدري هذا؟ غنبداو نبريو عليه الدري. دابا سبحان الله يمكن دابا كاين اشكال بزاف، كنلقاو ديما تابعين الدراري، من هوك حاضي معاه، من هوك حاضي معاه، من هوك. كاين عندكم معاناه؟ كاين معاناه بزاف اخويا، وكاريا عندنا راه ولات فين المحنه بزاف، راه يجي واحد ما عمره ما سكن في سيدي عباد كيجي كيبقى يدور هنا يتخرط، يدير لك حوايجك، كتنشر شي حاجه كيديها لك، كتولي خايف على ولادك، يجي يقدر يغتصب، مالو غادي يعقل عليهم؟ ما غاديش يعقل عليهم. هذا هو هذا كنشوفوا كاينين كما غادي نقولوا حيوطه مهجوره، بيوت بيوت مهجورين اخويا، كنعانيوا بزاف وكنطلبوا من الله عز وجل اخويا يفرج علينا هذا الشيء اللي ان شاء الله. ما هذا الشيء صعيب بزاف اخويا. السلام عليكم. المهم السلام ورحمه الله. بغينا نسولك واش انتي ساكنه هنايا؟ وي وليدي راه من 84 وحنا ساكنين هنايا، وتكرفصنا صراحه، بجيت مال الطوب الحناش كلشي تيدخل علينا، زعما راه محنين مكرفصين، الضوء بعض المرات تيقطع، لما تيقطع يتقطع واحد زعما واحد السكنه مكرفصين. واش عندك شي وليدات صغار؟ وولادي انا راه تبارك الله تزادوا هنا وكبروا ولادهم، راه بنتي انا ولدها راه ولا عنده 17 عام. واش كاين عندكم شي وليدات اللي هما صغار؟ دابا الولاد ما بقاش عندي صغار، وليدي راه ولادنا كلهم كبروا، راه زياده وخلق هنا. وانت هنايا؟ قلت لك من 84. من 84؟ من 84. وشنو السبب اللي ما استفدتيش معاك؟ ما فهمتش كيفاش دافعين الاوراق، دافعين كلشي، كيقول لك انتم حق من الاغفال، ما عرفناش حنا هذا الاغفال شنو هو؟ هما اللي داروا، هما اللي قالوا الاغفال، عمري انا الاغفال ما سمعتو، تعاد يقول لنا الاغفال، تقول لهم الاغفال يبركوا يضحكوا، يقول لك ايوا انتم تقولوا الاغفال، وهما اللي سكي داروا لنا الاغفال. وانت كنتي موج دراسك باش ومستعدين حنا وليدي، عندنا كلشي الوراق، عندنا كلشي موج ديال الوراق، وكيعيطوا لنا على الوراق، نقول لهم كلشي هو كاين، يقول لك صافي سيروا تنعيطوا عليكم، سيروا بلاتي. مستعدين من اليوم، مستعدين حنا، اش غنبركو نديرو وليدي؟ الحاله راه ماشي ديال اذا ما تقدريش تزيدي تقدري واش تقدري مازال تزيدي تعيشي هنايا ولا؟ والله يجعل البركه وليدي، راه ما حد لينا، حياتنا دازت كلها هنا، اش بقى لينا في العمر حنايا؟ راه تكرفصنا صراحه، راه داز علينا محنه من جهه الشتاء، كيدخل عليك الماء، كتدخل عليك، احنا دابا الصيف كتمحن في الصاد، الحراره كتبدا تشوى، تدخل في الليل كنخرجوا نبركو في الليل، كيجيك شني ولا تتعضك، يدخل عليك قلت لك النمل طوب تنقز لك منه كل هاك المشاش. اذا معذبين في الشتاء. معذبين اوليدي، محروقين في الصيف ومغروقين في الشتاء. ولينا باغيين غير نوضوا بحالنا. وي ولينا باغيين عاجبوا لنا حنا كيما دوك الناس اللي مشاو، جاوا مؤخرا وصدقوا ساكنين، وحنا اللي زياده وخلوق تقريبا هنا، بقينا حنا قال كيقول لك انتم حق الاغفال. شكرا. المهم شكرا. الله يحفظك.